النهاردة مستمرين في السلسلة اللي كنا أعلننا عنها خلال الأسبوعين الماضيين. نحن هنتكلم مع بعض عن كلمات الرب يسوع من على الصليب. حقيقة بيفرق مع أي شخص وبيفرق مع الناس المكان أو الموقع اللي أنت بتكلمهم منه. يعني بيفرق مع الواحد أن أنت بتكلمه وأنت متألم، فلو هو متألم أنت حاسس بألمه. ودايما يقولوا اصل اللي ايده في الميه مش زي اللي في ايده في النار، واللي على البر مش زي اللي موجود في الميه. فالناس بيفرق معاها الموقع والمكان اللي انت بتكلمهم منه. علشان كده بنقدر نحس ببعضينا لما بنمر بنفس الالم اللي احنا او الاخرين بيمروا بيه. الحقيقه الرب يسوع لما بيكلمنا دلوقتي بيكلمنا من موقع مهم جدا، مش بيكلمنا من عرس قانا الجليل، ولا بيكلمنا من عند بحر الجليل، ولا بيكلمنا من مكان هادي وجميل والناس قاعدة وبيأكلوا وبيشربوا. لكن الموقع اللي بيكلمنا منه الرب يسوع النهاردة هو موقع مختلف. الرب يسوع بيكلمنا من فوق الصليب. الرب يسوع بيكلمنا من موقع، أعتقد الموقع ده كلنا بنمر فيه وكلنا بنجتاز فيه. الأسبوع اللي فات مساء مع القسيس جان، الرب يسوع كلمنا من موقعه فوق الصليب وادانا رسالة غفران وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. والنهاردة بيكلمنا من نفس الموقع من فوق الصليب، لكن برسالة جديدة لحياتنا. الرسالة دي هنشوفها بصورة واضحة في إنجيل يوحنا إصحاح 19 وبداية من عدد 25 حتى نهاية عدد 27. يقول كده البشير يوحنا: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. لما بنفكر يا ترى إيه هي رسائل الصليب لحياتنا، هنلاقي رسائل كتيرة للصليب لحياة كل واحد فينا. فرسالة الصليب هي رسالة حياة، رسالة الصليب هي رسالة قيامة من الأموات، رسالة الصليب هي رسالة غفران زي ما تكلمنا الأسبوع اللي فات، رسالة الصليب هي رسالة انتصار. لكن كمان واحدة من رسائل الصليب المهمة جدا لحياتنا هي أن رسالة الصليب هي رسالة ترفق، هي رسالة تحنن، هي رسالة اهتمام يصدر من قلب الألم. مش اهتمام وترفق وتحنن بيصدر من على البر أو من على الشط، مش اهتمام وترفق وتحنن بيصدر وأنا حاطط إيدي في المية الباردة، لكن هو اهتمام وترفق وتحنن يصدر من قلب الألم. وده بنشوفه بصورة واضحة في الرسالة اللي الرب يسوع وجهها لأمه والتلميذه، فيشوف كده أمه ويقول لها: يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا أمك. مش كده لو حابين نحط عنوان للكلمة الثانية من كلمات الرب يسوع على الصليب، ممكن نكون الصليب رسالة ترفق. واحدة من رسائل الصليب المهمة جدا الصليب رسالة ترفق. ونقدر نحط فكرتين كبار للفكرة دي أو للعنوان ده. الفكرة الأولى: مشاعر متخبطة. مشاعر متخبطة تحت صليب المسيح كانت هناك حالة من حالات التخبط في المشاعر. ويمكن النهاردة وإحنا جايين وبنستعد عشان نحتفل مع بعضينا بقيامة يسوع المسيح صليبه وقيامته بنمر بهذه المشاعر، بنمر بحالة من حالات التخبط الشديد في مشاعرنا. فعند صليب المسيح كانت هناك مشاعر متخبطة. لكن فكرة تانية: عند صليب المسيح كانت هناك رسائل مترفقة. الله لا يتركنا لهذه المشاعر المتخبطة، لكن في وسط التخبط في وسط الألم الله يقدم رسائل ترفق ورسائل تحنن. فكرة الأولى اللي هنقف قدامها مع بعض: مشاعر متخبطة. لو حبينا نتخيل مع بعض يا ترى ايه هي شكل المشاعر اللي كانت بتسيطر على عذراء مريم وهي واقفه عند صليب المسيح ورفع عينيها وشايفه ابنها حبيبها بيتهان وللاسف بيموت بابشع صوره وبابشع
طريقة. يمكن يكون في مشاعر كتيرة كانت مسيطرة على عذراء مريم وعلى الأحباء الموجودين عند الصليب، لكن أنا هكتفي معاكم نحط ثلاث مشاعر كانت بتمر بيهم العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح، ويمكن يكونوا الثلاث مشاعر دولة والثلاث أحاسيس دولة هما نفس المشاعر ونفس الأحاسيس اللي كل واحد فينا النهاردة وإحنا مقبلين على صليب المسيح وقيامة المسيح بيمر فيهم. الشعور الأول إن تحت صليب المسيح كان هناك إحساس بالمرارة والمر، كان في مشاعر مرارة، كان في مشاعر مر. عند الصليب كان واقف فريقين، الفريق الأول هو فريق المعارضين، وفريق المعارضين كان ممثل في مجموعة الأعداء سواء من الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة وبعض من جنود الرومان اللي كانوا موجودين، وده كان فريق الأغلبية اللي كان موجود عند الصليب. لكن عند صليب المسيح كان كمان في هناك فريق أقلية، لكن هو فريق المحبين، وفريق المحبين كان ممثل من مجموعة من النساء اللي احنا تكلمنا عنهم دلوقتي اللي هم يبدو لينا لا حول ليهم ولا قوة. مين مجموعة الأحباء الواقفين عند صليب المسيح؟ أم يسوع، العذراء مريم، كمان بنشوف أخت أم يسوع اللي هي خالة الرب يسوع، أم يوحنا ويعقوب ابني زبدي. بنشوف عند صليب المسيح مريم زوجة كلوبة، وبنشوف عند صليب المسيح مريم المجدلية، تلك المرأة اللي الرب يسوع أخرج منها سبع أرواح شريرة. وهنا بنشوف إن في تناقض كبير جدا، تناقض ما بين شجاعة هذه المجموعة الضعيفة والمستضعفة، مجموعة النساء، في مقابل هروب من ادعوا البطولة وعلى رأسهم مين؟ وعلى رأسهم بطرس. والتناقض ما بين شجاعة هذه المجموعة الضعيفة في مقابل هروب من ادعوا البطولة بيفكرنا بكلمات حنة أم صموئيل في صموئيل الأول إصحاح 2 وعدد 4، تقول كده حنة في صلاتها: قصي الجبابرة انحطمت والضعفاء تمنطقوا بالبأس. أين بطرس؟ أين من ادعى البطولة؟ قصي الجبابرة انحطمت، لكن نجد عند صليب المسيح الضعفاء الذين منطقتهم نعمة المسيح بالبأس. لما بتسكن نعمة المسيح في حياتي، هذه النعمة قادرة أن تمنطقني بالبأس، فأقدر أجتاز في كل التحديات وأنا ممنطق بهذا البأس الناتج عن وجود نعمة المسيح المخلصة في حياتي. نعمة المسيح عندما سكنت في قلوب المريمات، عندما سكنت في قلوب هذه المجموعة الضعيفة، منطقتهم بالبأس وساعدتهم إن هم يقفوا في هذا المشهد اللي هرب منه من ادعوا البطولة. أشكر الله لأن في وسط ألمنا اللي بتبدو لينا مستحيلة، الله يمنطقنا بالبأس ونكتاز في الألم ونعد منه ونقف نقول لنفسنا إزاي قدرنا نعدي، مش بشطارتنا خالص، لكن لما بنمر في الألم ونقف نبص لنفسنا نتأكد إن نعمة المسيح كانت تمنطقنا فقدرنا نجتاز في الألم. في الوقت اللي فيه بشعر إن قوايا بتخور، بشعر مش قادر أكمل السكة وأكمل المسيرة، هناك نعمة المسيح هي التي تمنطقني بالبأس. أحد الأشخاص قال عن هذه المجموعة من النساء وهم واقفين عند صليب المسيح، وقال عنهم: كانوا مثل شجيرة ورد صغيرة تطل بين أشجار الشوك والعوسج. يمكن حياتي مليانة شوك وعوسج، لكن نعمة المسيح قادرة أن تمنطقني بالبأس فأصبح مثل شجيرة جميلة بين هذه الأشجار. كمان نلاحظ أن ثلاثة من النساء اللي واقفين عند صليب المسيح كانوا بيحملوا اسم مريم: مريم أم يسوع، مريم زوجة كلوبة، مريم المجدلية. واحد من المفسرين قال إن المعنى الحرفي لاسم مريم في العبري هو مكون من جزئين: الجزء الأول مر أو مر، وده إشارة إلى المرار، والجزء الثاني يم، وإشارة إلى البحر، وكأنه المعنى الحرفي لاسم مريم هو بحر المر، هو بحر المرار. وهنا بنشوف أجواء ومشاعر المر والمرارة اللي كانت بتسيطر على عذراء مريم وكل الأحباء اللي واقفين عند صليب المسيح. يمكن أكون أنا النهاردة مقبل على الاحتفال بصليب المسيح وأنا في حياتي مشاعر مرارة ومر.
يمكن يكون في حياتي مرارة أو في مشاعر مرارة ملياني بسبب موقف معين أو بسبب علاقة معينة أو بسبب ألم معين أو بسبب مرض معين أو بسبب فقد معين. حقيقة أنا ما عنديش روشتة أقدر أقولها لأي حد إزاي تتخلص من مشاعر المرارة، لكن عندي يقين واحد، إن أنا آجي بمشاعر المرارة عند صليب المسيح، وأنا أثق إن عند صليب المسيح وإحنا بنلتف حوالين مائدة ربنا قادر أن يمنطقني بالبأس وقادر أن يقدم لي رسائل ترفق ورسائل تحنن. حاجة تانية، عند صليب المسيح مش بس كان في مشاعر مرارة، لكن عند صليب المسيح كان في مشاعر وشعور بالعجز والفقد. أنا بتخيل العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح وشايفة ابنها حبيبها، التلاميذ المقربين لي خالوا بيه وسابوه، أهله أمته احتقرته وفضلت عليه حرامي اسمه باراباس. كمان حتى الطريقة والوسيلة والأسلوب اللي بيتحكم عليه بيه وبيموت في إهانة بشكل كبير. تخيلوا أم شايفة ابنها حبيبها بيتهان وبيتألم وبيموت وهي واقفة مش قادرة تعمل حاجة، مش قادرة تساعده. ده الأصعب من كده، شايفاه عطشان ومش قادرة تعمل إيه؟ تسقيه مية. إحنا كلنا في بيوتنا ابننا ايا كان وضعه، ده مش هو تعبان وهو سليم، لما احس ان هو عطشان بجري عشان ايه؟ ما ينفعش اسيبه. تخيل لما يكون ابني تعبان وعطشان وانا مش قادر اقدم له ميه، احساس بالعجز صعب جدا. احساس بالعجز يعني انا بتخيله يعني مستحيل ان الواحد يقدر يتحمله. كمان من اصعب الاحاسيس ان لما الابن يموت قبل الاب والام، لأن أي أب وأي أم بيتمنوا أن ابنهم هو اللي يوريهم التراب مش العكس. فتخيل عذراء مريم واقفة وشايفة هذا المشهد. أعتقد العذراء مريم وهي واقفة وشايفة ابنها في هذا الوضع وهي حاسة بالعجز افتكرت كلمات سمعان في لوقا 2 عدد 35، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. هي سمعتها بس دلوقتي بتختبرها، دلوقتي حاسة بيها، وأنت الآن يجوز في نفسك سيف. يمكن تكون العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح افتكرت كلمات زكريا في زكريا 13 وعدد 7، استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل وعلى رجل رفقتي. يمكن تكون وهي واقفة عند صليب المسيح افتكرت كلمات الحكيم في نشيد الأنشاد إصحاح 2 وعدد 3، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. عايز أقول لو كانت العذراء مريم كانت شعرة بالعجز، كإحنا على مدار الوقت اللي فات كم واحد فينا حس بهذا العجز؟ وإحنا معانا فلوس والأحباء اللي قدامنا بيتألموا بسبب كورونا والفلوس مش نافعانا، إحساس بالعجز رهيب. الأحباء اللي إحنا بنحبهم بينتقلوا وفي لحظة انتقالهم أنا عاجز عن حضنهم، مش عارف أحضنهم. إحساس رهيب، إحساس صعب جداً. الناس اللي بنحبهم حتى في لحظة وداعهم مش عارفين نحضر الكنيسة ونصلي مع بعض ونودعهم وداع يليق بيهم، إحساس بالعجز صعب. كلنا بنختبر هذا الإحساس، إحساس بالعجز. أحد الأشخاص قال كده عن العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح: عند صليب المسيح نرى الأمومة كلها متألمة واقفة باكية لكنها مصلية. إحساس بالمرارة وإحساس بالعجز، لكن في إحساس ثالث وأخير في الجزء ده، إن عند صليب المسيح كان في إحساس بالإحباط، إحساس بالصدمة، والإحساس ده ما كانش عند حد غريب، ده كان عند يمكن العذراء مريم. أنا بتخيل العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح وقاعدة بتستعيد بذكرياتها لكل نبوات العهد القديم اللي اتقالت عن الرب يسوع. مش بس كده، ده هي قاعدة كمان تستعيد نفس الكلام اللي قاله الملاك ليها وهو بيبشرها بميلاد الرب يسوع المسيح. اعتقد العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح افتكرت كلام إشعيا في إشعيا 40 وعدد 10: هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له. وكأنها واقفة تقول لنفسها هو فين القوة اللي جاي بيها؟
هي فين ذراعه اللي هتحكم ليه وذراعه أصلاً مسمرة على الصليب؟ يمكن تكون وهي واقفة عند صليب المسيح افتكرت كلام الملاك ليها في لوقا 1 عدد 32 و33، هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. وكأن لسان حالها هو فين؟ هو فين العظمة اللي اتكلم عنها الملاك؟ هو فين كرسي الملك اللي هيملك عليه وهو معلق بهذا الشكل؟ يمكن يكون لسان حالها هو الملاك خدعني. أعتقد لسان حال العذراء مريم في الموقف ده كان نفس لسان حال أيوب وهو في المحنة بتاعته في أيوب 17 وعدد 15، يقول كده أيوب هذه الكلمات: فأين إذن أمالي؟ أمالي من يعاينها؟ هو فين أمالي؟ وكأنه بيقول لأصحابه: هو حد شايفها؟ أنا مش شايفها. أين إذن أمالي؟ أمالي من يعاينها؟ كم مرات فيها نكون محبطين ومصدمين أو في حالة صدمة في وعود كتيرة في الكتاب المقدس لنا. ده مش غلط على فكرة إن أنا أكون في حالة صدمة. كم مرات بقف وأقول لربنا: أنت فين؟ أنت مش موجود ليه في المشهد؟ أنت سبت الأمر ليه بالشكل ده وبالطريقة دي؟ كم مرات في اللي فيها بتكون صرخة قلبي: يا رب لماذا تقف بعيداً؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ مشاعر متخبطة كانت موجودة عند صليب المسيح. مشاعر دي كانت عند العذراء مريم، لكن كمان أكيد كانت عند كل الأحباء الموجودين عند صليب المسيح. أحد الأشخاص كتب كده وحب يوصف مشاعر العذراء مريم وهي واقفة عند صليب المسيح وقال هذه الكلمات: بين الجموع الزاحفة أم هنالك واقفة بالحزن حاكت ثوبها والنفس فيها راجفة، ساق ابنها للذبح في غدر وقلب قد جفى، نظرت إليه حزينة تبكي بعين آسفة، صلبوا الذي بالخبز أطعمهم ومرضاهم شفى، كان الرجاء بك بني وهل رجاء بك انطفى. يمكن يكون ده كان لسان حالها وهي واقفة بتمر بمشاعر تخبط ومشاعر ألم، ويمكن دي تكون مشاعرنا النهاردة وإحنا بنحتفل أو إحنا مقدمين على الاحتفال بصليب المسيح. لكن السؤال: هل من رجاء؟ هل من رجاء في وسط كل حالة التخبط اللي إحنا فيها؟ هل من أمل؟ هل الله بيسيبنا نضارب الهواء في وسط هذه المشاعر؟ الحقيقة ده اللي هياخدني للفكرة الثانية والأخيرة: رسائل مترفقة. عند صليب المسيح والرب يسوع في وسط ألامه، لكن يوجه كلمة لأمه ويوجه كلمة لتلميذه. الرب يسوع يتكلم مع أمه يقول لها: يا امرأة هوذا ابنك، يوجه كلمة لتلميذه ويقول له كده: هوذا أمك. والعبارة دي يمكن عبارة صغيرة وتبدو بسيطة، لكن بتحتوي على مشاعر كتيرة جداً، تحتوي على رسائل ترفق كبيرة جدا حاول الرب يسوع يطمئن بيها العذراء مريم ويهدي أجواء التخبط اللي كانوا بيمروا فيه. الرسالة الأولى اللي يمكن تكون هي رسالة ترفق لي النهاردة هي: كيف نقدم اهتماما من قلب الألم؟ كيف نقدم اهتماما من قلب الألم؟ وده بنشوفه بصورة واضحة في رد فعل الرب يسوع وهو على الصليب، كمان بنشوفه بصورة واضحة في رد فعل يوحنا الحبيب وهو تحت الصليب. الرب يسوع وهو في قمة ألامه، في ذروة أحزانه، يقدم اهتمام لثلاث فئات كانوا موجودين حوالين الصليب. الرب يسوع يقدم اهتمام لقاتليه فيطلب ليهم الغفران. الرب يسوع يقدم اهتمام لمجاوريه اللص اللي كان جنبيه ويقدم ليه وعد: اليوم تكون معي في الفردوس. لكن كمان الرب يسوع وهو على الصليب يقدم اهتمام لأهل بيته ولعيلته ويقول لهم كده: هوذا ابنك وهوذا أمك. كمان بنشوف تحت الصليب يوحنا الحبيب يرد على هذا الاهتمام باهتمام آخر للعذراء مريم، فيقول الكتاب المقدس: ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته، يعني أخذها لعيلته ضمها لبيته. هنا بنشوف إن محبة يوحنا للمسيح كانت أثبت من شجاعة بطرس وحماسة بطرس للمسيح.
هو فين شجاعة بطرس؟ مش موجودة. لكن اللي كان ثابت وثبت عند صليب المسيح محبة يوحنا للمسيح، وليست شجاعة وحماسة بطرس للمسيح. المحبة تولد شجاعة، لكن مش شرط الشجاعة تولد محبة في داخلنا. قدام الدرس ده كلنا بنمر بألم، إحباط، بتعب، بتحديات في حياتنا. لكن مهم أبقى فاكر إن مرات كتيرة ألامي وأحزاني بتعميني عن رؤية احتياجات الناس اللي حواليا. الرب يسوع في المشهد ده إدانا درس مهم جداً، إن هو في وسط ألامه، في وسط أحزانه، اهتم بألام واحتياجات الناس اللي حواليه. مرات كتير أقول إيه؟ هو أنا في إيه ولا في إيه؟ هو مش كفاية اللي أنا فيه واللي أنا بمر بيه؟ ومرات كتير عدو الخير بيقنعني إن أزمتي خليك فيها، ما تطلعش براها. لكن دعوة يسوع لينا النهاردة في كلمته من هو على الصليب، إزاي عناية تتفتح فأنا أقدر أشوف ألام الناس اللي هم بيمروا بيها. ألامي بتفتح عناية علشان أشوف ألام واحتياجات الآخرين. دي رسالة الترفق الأولى، كيف نقدم اهتماماً من قلب الألم. رسالة الترفق الثانية وقبل الأخيرة هي الصليب وشكل العلاقات الجديدة. دي رسالة ترفق أخرى، الرب يسوع دهلنا من فوق صليب المسيح إزاي يكون في شكل وإعادة صياغة للعلاقات. الرسالة دي بنشوفها بصورة واضحة في الأسلوب اللي تكلم بيه الرب يسوع مع العذراء مريم. الرب يسوع لما تكلم مع العذراء مريم ما قال لهاش يا أمي، لكن قال لها يا امرأة. ومصطلح يا امرأة هو نفس المصطلح اللي استخدمه الرب يسوع وهو بيتكلم مع العذراء مريم في عرس قانا الجليل، لما طلبت منه هو يعمل معجزة فيقول لها كده في يوحنا 2 ما لي ولك يا امرأة. ملاحظة مهمة جدا، مصطلح يا امرأة هو ما فيهوش أي نوع من أنواع التقليل أو عدم الاحترام للعذراء مريم خالص، لكن المصطلح ده في اليوناني معناه يا سيدة. السؤال، وليه الرب يسوع ما رضيش يقول لها يا أمي وقال لها يا سيدة أو يا امرأة؟ يعني أعتقد في المشهد ده هي محتاجة تسمع الكلمة دي منه. لكن حقيقة يمكن يكون الرب يسوع استخدم مصطلح يا امرأة وما قال لهاش يا أمي، لأن كلمة يا أمي كان هيبقى ليها واقع صعب جداً في الوقت ده على عذراء مريم، كأنه بيزيد الجرح اللي جواها. تخيل كده، أنا شايف ابني متألم وهو كده في وسط ألامه بتطلع منه، أنا بتخيل الرب يسوع هو في وسط ألامه، يعني الصوت ما كانش بالوضوح وبالقوة الطبيعية بتاعتنا، فطلع من ابني كده هو في وسط تعبه وفي وسط ألامه كلمة يا أمي وهو متألم. أعتقد الكلمة دي هتزيد من ألم أي أم ومن جراح أي أم. عشان كده الرب يسوع استخدم كلمة يا امرأة. يمكن يكون الرب يسوع وهو على الصليب كان بيمثل نسل المرأة اللي اتكلم عنه في تكوين 3 وعدد 15. عشان كده الرب يسوع لما اتكلم مع العذراء مريم وقال لها يا امرأة كان عايز يؤكد ان هو نسل المرأة الذي جاء ليسحق رأس الحية. لكن كمان يمكن يكون الرب يسوع لما اتكلم مع العذراء مريم وقال لها يا امرأة كان عايز يقول لها رسالة في غاية الأهمية، ان من لحظة الصليب فصاعدا نوعية العلاقة اللي بينه وبينك بدأت تتغير. نوعية العلاقة اللي بينه وبينك بدأت تتغير من مجرد علاقة جسدية بتربط ما بين أم وابنها، لكن لعلاقة أعمق وأكبر، هي علاقة روحية بتربطك مع المسيح كمخلص وكفادي. وده اللي احنا عايشينه النهاردة واحنا بنحتفل بصليب وقيامة رب المجد. مفيش حد فينا بتربطه بالرب يسوع علاقات جسدية ملموسة، لكن من خلال الصليب والقيامة وعمل الروح القدس في حياتنا أصبحت بتجمعنا علاقة مع الرب يسوع، هذه العلاقة معه كمخلص وكفادي لحياتنا. العلاقات الجسدية طالت أو قصرت بتعمل إيه؟ بتنتهي وتخلص. لكن العلاقات الروحية لا تنتهي، لمن يقدر يفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أو ضيق، شعر مرارة، شعر عجز؟ لا، لكن العلاقات الروحية هي الأبقى وهي الأكثر استمرارية. الرسالة الثالثة والأخيرة اللي بنقدر نشوفها عند صليب المسيح في هذه العبارة هي كيف نكون تعويض في حياة بعضنا البعض. إزاي نكون إحنا بنعوض بعض في حياة بعضنا؟ إزاي أكون أنا تعويض في حياة أخويا؟
رب يسوع هو على الصليب يقول للعذراء مريم يا امرأة هوذا هوذا ابنك. كأن الرب يسوع بيقول للعذراء مريم من اللحظة دي فصاعدا يوحنا هيكون تعويض ليكي في الجسد كابن، تعويض ليا، هيعوضك عن عدم وجودي في الجسد. يوحنا هيكون تعويض ليكي في الجسد، أو بمعنى تاني كأن الرب يسوع بيقول للعذراء مريم علاقتي بيكي هتستمر لكن في إطار روحي، لكن في الإطار الجسدي هتشوفيني في شخص يوحنا، يوحنا الحبيب. عذراء مريم بعد صعود المسيح مش هتشوف يسوع في الجسد، لكن هتشوف يسوع اللي موجود في يوحنا اللي أخذها وضمها لخصته. وده التحدي اللي احنا هنختم بيه، ده التحدي اللي احنا محتاجين نتعلمه، محتاجين نتعلم ازاي نكون تعويض لبعض في حياة بعض، محتاجين نتعلم ازاي الناس تشوف فيا شخص الرب يسوع المسيح، زي ما الرب يسوع وعد العذراء مريم ان هي هتشوف يسوع في شخص، في شخص يوحنا. ازاي اكون تعويض لاب فقد ابنه، ازاي اكون تعويض لابن فقد ابوه، ازاي اكون تعويض لشخص فقد عيلته، ازاي نكون تعويض لحياه او في حياه بعضنا. يمكن اكون النهارده أنا شخصياً أو أي أحد مننا غرقان في بحر الإحباط، في بحر اليأس والفشل والحزن والمرار والتخبط، لكن عند صليب المسيح وعند واحدة العلامة الأساسية وإحنا بنلتف حوالين مائدة ربنا، هنا هنختبر مشاعر الترفق والتحنن، وهنختبر إيده اللي بتطبطب على كتف كل واحد فينا. من 3 أسابيع وأنا راجع من جنازة بابا كنت سايق العربية من المنيا لهنا 3 ساعات ونص وأنا غرقان، أنا سايق عيني مفتحة لكن مش شايف الطريق بشكل كبير، بس غرقان وأنا راجع في قمة الإحباط، راجع وأنا عندي مشاعر مرارة شديدة جدا، وأنا بقول لنفسي أنا كنت عاجز ما عرفتش أعمل حاجة. لكن وأنا سايق جت في ذهني كده ربنا إداني كلمات ترنيمة فضلت أردد فيها حتى شاركت الأسوس أصدقائي بيها. هو بيقول كده: قف بجوار الصليب أيها الجندي الجبار، سنغلب عن قريب ونرجع بالانتصار. كأنه بيقول لي أبوك غلب وانتصر، الدور الباقي عليك، ما تغرقش في مشاعر المرارة. قف بجوار الصليب أيها الجندي الجبار، سنغلب، ده يقيني، وأعتقد ده يكون كل واحد فينا، سنغلب عن قريب. أمين.